عليكم ورحمة الله، يا رب تكونوا بخير جميعا. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا يا جماعة، وهو كسر الفيزا، ولكن كسر الفيزا في دول أمريكا الجنوبية وكسر الفيزا في دول أوروبا. نتكلم عن كسر الفيزا في دول أمريكا الجنوبية يا جماعة. مبدئيا لو كسرت الفيزا في أي دولة من دول أمريكا الجنوبية، سواء البرازيل، إكوادور، تشيلي، كولومبيا، ولا يهمك يا صاحبي، تقدر تعدل وضعك. بمعنى ان انت لو دخلت دول امريكا الجنوبيه سياحه وكسرت الفيزا، تقدر تقدم لجوء، تقدر تدرس، تقدر تتجوز، تقدر تبحث عن عمل، تقدر تعمل كل حاجه يا صاحبي، تقدر تعدل ورقك. ولكن اكتر الناس اللي بيجوا امريكا الجنوبيه بيكسروا الفيزا يا جماعه بيقدم لجوء، وفي اللي بيتجوز واخد بالك، وفي اللي بيبحث عن عمل. ولكن في دول امريكا الجنوبيه الموضوع سهل جدا، انك بعد كسر الفيزا يا صاحبي تقدر تعدل وضعك. ولكن الموضوع مختلف في أوروبا يا جماعة. أوروبا الموضوع مختلف تماما، بمعنى إنك لو كسرت الفيزا في أي دولة أوروبية يا صاحبي أنت انتهيت، وضعك انتهى. في أي دولة أوروبية بتتمرمط يا صاحبي. طيب يا صاحبي، لو أنت كسر فيزا في دولة أوروبية وما تعرفش حد خالص، تتبهدل يا صاحبي، يعني بتتبهدل بهدلة ملهاش حل يا صاحبي، بتتبهدل في السكن، بتتبهدل في العمل. ولكن لو تعرف حد في أوروبا كسرت الفيزا يا صاحبي، أخوك مثلا، أختك، عمك، بس يكون معاه جنسية الدولة اللي أنت كسر فيها الفيزا، تقدر تعدل وضعك يا صاحبي وتاخد إقامة. كلام حقيقي، بس يكون قريبك، أنت واخد بالك، يكون قريبك، يعني يكون قريبك من العيلة بتاعتك، تقدر تعدل وضعك يا صاحبي إلى إقامة. ولكن لازم قريبك ده يكون معاه جنسية، ما يكونش معاه إقامة. لو معاك جنسية تقدر تعدل وضعك. ولكن يا صاحبي انت لو كسرت الفيزا وما تعرفش حد، اول مشكلة هتقابلك وهي السكن. عشان تستأجر سكن يا صاحبي في اي دولة اوروبية لازم يكون معاك ورق، لازم يكون معاك اقامة. ولكن مشكلة السكن محلولة بالنسبة للشخص اللي كسر الفيزا، تقدر تأجر سكن عن طريق واحد من اصحابك يا صاحبي. تاني مشكلة هتقابلك يا صاحبي هو مشكلة الشغل، العمل، وهي اكبر مشكلة هتقابلك، لان انت لازم تشتغل يا صاحبي عشان تعرف تصرف، تعرف تعيش، تعرف تتأجر بيت، خدت بالك؟ ولكن العمل اللي انت هتشتغله يا صاحبي هيكون في مطاعم العرب، ولكن هتتبهدل وهتتمرمط يا صاحبي، هتتمرمط مرمطه ملهاش حل، وهيستغلوك، هيستغلوك استغلال شديد. بمعنى يا صاحبي ان انت هتتمرمط مرمطه السنين، الشغل مع العرب، الشغل مع العرب بهدله، وبعدين مش هيعاملك زي المقيم، هيديك ساعه ارخص، يعني هيديك ساعه اقل، خدت بالك؟ يعني الساعه مثلا للمقيم بسعر وليك انت بسعر، وغصب عنك يا صاحبي هترضى، انت عاوز تعيش وعاوز تتأجر وعاوز تسكن، انت واخد بالك؟ هتتمرمط مرمط سنين يا صاحبي وانت من غير ورق في اوروبا. شغلك يا صاحبي هيكون عباره عن غسيل صحون، مسح ارضيات، مرمطه بمعنى الكلمه يعني، وغصب عنك لازم ترضى. وبعدين يا صاحبي اصحاب المطاعم العربيه يتحكموا فيك، بمعنى انه مش هيعاملك زي المقيم يا صاحبي، اولا ممكن يعاملك بالاسبوع، ممكن يعاملك بالشهر، انت خدت بالك؟ يعني مش هيديك الفلوس اول باول، هيبهدلك ويزلك. ليه؟ عشان يمسكك تكمل الشغل عنده يا صاحبي، انت واخد بالك؟ وكن على يقين يا صاحبي وانت كسر فيزا معظم شغلك هيكون مع العرب، هم اللي هيرضوا يشغلوك، ولكن باسعار زهيده جدا جدا يا جماعه. وهتفكر انك تشتغل عربي وتفرح وتكون فرحان وتقول ابن بلدي، لا والله، ابن بلدك في الغربه مش كلهم كلب فلوس، اصحاب المشاريع لا مؤاخذه على اللفظ يا جماعه، ولكن دي الحقيقه، أصحاب المشاريع كلهم كلاب فلوس، هيزلك ويبهدلك، ما عندهمش رحمة. ما تفكرش إن هو في الدول العربية، لا ده عربي زيه وعنده، لا 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 لا، كلب فلوس. الغربة بتغير يا جماعة، اسمع مني والله العظيم هتزل، أقسم بالله هيزلك في الفلوس وهيمرمطك في الشغل، خدت بالك؟ لكن لو معاك إقامة بيكون وضعك مختلف، بمعنى انك انت لو معاك اقامه يا صاحبي هتروح تشتكيه، هتروح مش عارف ايه، تقدر تتخانق معاه. انما انت يا صاحبي لو كسر فيزا عمرك ما هتقدر تتخانق معاه يا صاحبي، وعمرك ما هتقدر تروح تشتكيه في الشرطه يا صاحبي، لازم ترضى بالوضع. وكل اللي بيحصل لك دون بسبب كسر الفيزا يا صاحبي. الموضوع صعب يا جماعه، الموضوع صعب جدا والله العظيم في كسر الفيزا، الا لو من رحم ربي ممكن تحصل واحد عربي كويس، وفي ناس كويسه والله ما اقدرش اقول لك، يعني انا قابلت ناس زباله وقابلت ناس تتحط على الراس، ينعمل لها تاج على الراس، اي والله العظيم، قابلت ناس يعني كلب فلوس بمعنى الكلمه، اقسم لك برب الكعبه، وقابلت ناس يعني تاج على الراس، ناس محترمه وعندها رحمه. ولكن اهم حاجه يا صاحبي وانت كسر الفيزا هي المرض، لو انت عيت لا قدر الله، دي مشكله كبيره يا صاحبي. اللي معاه اقامه بيكون معاه كارت تامين الصحي، بيروح على المستشفى ويتعالج. انت اصلا يا صاحبي وانت كسر الفيزا غير مسجل في السيستم، انت واخد بالك؟ يعني مالكش رقم ضريبي، يعني بمعنى يا صاحبي انت بتكون دخلت البلاك ليست، انت
واخد بالك الموضوع مش سهل يا جماعه. يا جماعه انك تكسر فيزا يا جماعه موضوع صعب جدا جدا والله العظيم. انا انصحك ما تكسرش فيزا. الموضوع صعب جدا يا صاحبي. قدم دراسه يا صاحبي وتقدر عن طريق الدراسه تعدل وضعك. تاخد بالك في كل دول اوروبا الدراسه هي مفتاح العيش في اوروبا يا جماعه. طيب يا صاحبي لو انت كسرت الفيزا وعاوز تعدل وضعك انا هقول لك على مفتاح محدش يعرفه. اولا لو انت كسر الفيزا في المانيا وهولندا حاول تتعرف على واحده من بلجيكا واخد بالك او الدنمارك او اي دوله من اللي حواليك واخد بالك وروح اتجوزها يا صاحبي بجواز سفر. بمعنى انك انت كسر في فرنسا روح الدنمارك مثلا بجواز سفرك واتجوز هناك. هيطلبوا منك شويه اوراق بسيطه زي شهاده الميلاد بتاعتك وشويه اوراق مترجمه ولكن تقدر تتجوز بجواز السفر يا صاحبي. موجب عقد الجواز هتقدر تعدل وضعك في بلد الزوجه مش في البلد اللي انت كسر فيه. انا اعرف واحد يا جماعه كان كسر في النمسا خدت بالك وتعرف على واحده في فرنسا ودلوقتي وعايش فرنسي ومتجوز ومعاه الاقامه. افتح التاني طبعا كلنا عارفينه. لو انت كسر فيزا صاحبي قدم لجوء وانت وحظك يا يقبل اللجوء بتاعك يا ما يقبلوش. ولكن اكتر دول حروب يقبل اللجوء يا جماعه سوريا اليمن فلسطين العراق ليبيا لا استثني دوله. جميع دول الحروب مقبول اللجوء في دول اوروبا ودول امريكا الجنوبيه. في نهايه الفيديو انا بنصح كل شخص بعدم كسر الفيزا. سافر نظام يا صاحبي قدم دراسي قدم سياحة وسافر ربنا حكرمك. ممنوع كسر الفيزا في أوروبا يا جماعة وانتظرونا في الحلقات القادمة.